مع انطلاق الموسم الفلاحي لاحت هناك بوادر الأمطار في العديد من المناطق المغربية، وفي هذا السياق وخلال مداخلته في برنامج ما وراء الحدث قال المهندس الفلاحي محمد بن عبو الخبير في المناخ والتنمية المستدامة، قال إن التساقطات المطرية الأخيرة لها وقع مهم على النشاط الفلاحي وتبشر بموسم فلاحي متميز. الأمطار الخيرات التي استقبلتها المملكة طيلة الأسابيع الماضية كان عندها وقع جد مهم على الفلاحين، على المجال الفلاحي، على النشاط الفلاحي بصفة عامة. نتكلم عن مناطق جد يعني متناثرة على مستوى الوطن، نتكلم عن الشمال على الغرب، كانت هناك أمطار على مستوى مجموعة من الأحواض المائية. نتكلم عن الأمطار التي استقبلتها مدن مثل طرفايا، نتكلم عن سيدي إفني، عن تيزنيت، نتكلم كذلك عن مدن الشمال، يعني الحصيلة التراكمية لمناطق الشمال. نتكلم على طنجرة وحدها استقبلت ما يفوق 200 ملم، هذا في حد ذاته رقم جد مهم بالنسبة لهذه الظرفية، لهذه البداية ديال الموسم الفلاحي. مناطق أخرى يعني مثل حوض سايس، نتكلم عن مدن مثل مكناس، فاس، استقبلت ما يفوق 44 ملم، وهي أرقام مقارنة بالسنوات الماضية هي أرقام جد متقدمة جد مهمة، تبشر بموسم فلاحي متميز. نتكلم عن موسم فلاحي مقارنة بالسنوات الماضية التي تميزت بجفاف جد يعني قاحل اللي أثر بشكل كبير على تأخر الموسم الفلاحي. نتكلم على سبيل المثال السنة الماضية يعني أهم المنخفضات الرطبة عرفتها المملكة كانت في شهر دجنبر، لله الحمد اليوم نحن في شهر اكتوبر، والحصيله التراكميه على مستوى مجموعه المناطق تبشر بموسم فلاحي متميز وجيد ان شاء الله.